أمامكم الآن الدرجات للفضل من القيمة وعالي درجات فرق السيري والجولات. وكذلك ستمر أمامكم مجموعة من السيارات ذات هوية بصرية جديدة لأسطول الأمن الوطني كما تشاهدون أيها الحضور الكريم. وحدة متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية. السيارة الأولية هي ناقلة مخصصة لنقل الأشخاص الموضوعين تحت حراسة نظرية والمعتقلين. ملقى سيرتي وسيدتي تتابعون سيارات خلاص مصفحة ومزودة بآليات الاقتحام والتدخل في مختلف الوضعيات، وعلى مدنا عناصر من القوة الخاصة التابعة للمدير العام لمراقبة التراب الوطني. تتابعون الآن على الشاشة هي مركبات مصفحة حديثة التي ودعت لنا إشارة المجموعات المتنقلة المحافظة على النظام العام وكذلك المجموعة المركزية للتدخل. أما نهضة أيها الحضور الكريم، تبقى المحافظة على النظام العام.